مسائل أربعة جمعت في سورة العصر. دي خاطر دو سورة عصر شعغو شاقت. أول شيء لابد نتعلم دحرة وانت أحد بوق علم عمدر. إذا تعلمنا لابد نعمل بهذا الذي تعلمناه. وي عام دين شو تيحا وانت أحد بوق أتوي عام دين شنسا عمل ير. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو لهذا الذي تعلمنا وعملنا به. وي عام دين شو تيحا وي تنس عمل دين شو تيحا أتوي عام دين شنا عمل دين شنا ناخا قيقر تيحد وين بوق. نصبر أولا على العلم على التعلم. شو تيحا نصبر أول شيء على العلم على طلب العلم. صبر در دباخ علم عام در تيا. ونصبر على العمل. صبر دو عمل ير. ونصبر على الدعوة. يغى ويصبر دو دعوة در تيا. إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله أجبنا عن أسئلة القبر. ويحق دنيا إن جاء إذا خاطر قوش دها ويكش جاء دو خاطرنا جواب لردو.